ناقش مجلس الشيوخ سياسة الحكومة بشأن تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأخرى خاصة الدول الأوروبية. من جانبها أكدت الحكومة العمل على تطوير شبكة الكهرباء ورفع قدراتها فضلا عن التطوير المستمر وتجديد الشبكات لاستيعاب المتغيرات الجديدة. جلسة جديدة عقدها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لاستكمال دوره التشريعي والنظر في مشروعات القوانين المدرجة بجدول أعماله. في مستهل الجلسة ناقش المجلس طلب مناقشة عامة مقدما من عدد من النواب بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأخرى خاصة الدول الأوروبية، وطرح النواب آراءهم ومقترحاتهم بشأنه. ياريت يكون في توضيح لموقف مشروع ربط معقرة أوروبا مع قبرص ثم اليونان الذي وقع اتفاق الإطار في 2019. أيضا ياريت برضو يتم تسليط الضوء على سياسات الحكومة في رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء خاصة محطات التوليد الغازية والحرارية، خاصة ونحن ننتقل إلى استخدام مصادر جديدة ومتجددة من الطاقة الكهربية لتعظيم العائد الاقتصادي من عملية الربط وعملية تصدير الطاقة الكهربية. إحنا مع التصدير، وطبعا أي قطاع وأي وزارة، وبالأمس كنا بنتحدث في موضوع الأدوية والدواء وصناعته برضو بهدف التصدير، وبصفة مستمرة نسعى إلى أن يكون لنا دور في مصر في عملية التصدير وتصدير الفائض. عانت مصر لسنوات طويلة من العجز في الطاقة الكهربية، وهنا لزمن علينا أن نتقدم بالشكر للقيادة السياسية لأنها أدركت حجم المشكلة في البداية، وأن الطاقة الكهربائية ركن هام من أركان التنمية والصناعة ومتطلبات الحياة، ولا تقدم إلا بتوفير الطاقة. وفي مداخلة لها أثناء الجلسة أكدت الحكومة العمل على تطوير شبكة الكهرباء ورفع قدرتها فضلا عن التطوير المستمر وتجديد الشبكات لاستيعاب المتغيرات الجديدة، كما أشارت الحكومة إلى سعيها المتواصل للاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة. وفي نهاية الجلسة وافق المجلس على غلق باب المناقشة، وأحال طلب المناقشة إلى لجنة الطاقة والبيئة لعمل تقرير بشأنه يعرض على المجلس لترفع الجلسة للانعقاد في 4 من يونيو المقبل.